زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب ومطالعة العناوين المختلفة وانتقاء ما يناسب اهتماماته عادة لم ينقطع عنها محمد، ويحاول أن يغرسها في جميع أفراد أسرته خصوصاً أطفاله. وأنا صغير كنت بحوش مصروفي كله طول الأجازة طول الدراسة، واجي مثلاً على الترم اللي هو الأجازة نص السنة زي دلوقتي كده في معرض الكتاب بشتري بكل مصروفي تقريباً كتب، وانزل اقرا تحت السرير مخصوص عشان ما حدش يزعجني من اخواتي ولا حاجه. فبرضه بنتي نفس الكلام، بجيب لها الكتب وحريص برضه ان انا اجيبها معرض الكتاب زي ما كنت بروح وانا صغير، وبرضه حريص ان هي انقلها واحاول اساعدها تنقل المواضيع اللي تناسبها في السن ده. المكان بصراحه فيه مجموعه مختلفه من الكتب في كل المجالات تقريبا، بس فانا حريصه ان احنا ننمي مهاره القراءه عندهم. النسخة 54 من المعرض وإن تميزت هذا العام بزيادة عدد دور الناشر وتنوع العناوين المشاركة، إلا أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على أسعار تكلفة الكتب وقدرة زوار المعرض الشرائية. من الصعب جدا انك تجد كتاب في معرض الكتاب اقل من 50 جنيه، لا هو فوق ال 50 جنيه وانت طالع. في كتب وصلت ل 200 و300، فطبعا الغلاء ده بيقلص ان الاسره تقتني كتاب. دلوقتي حركه النشر سريعه، ما عادش زي الاول، بقت حتى الافكار دلوقتي ما بقتش زي الاول، برضو فيها نوع ما تقييم شويه او فيها كنوع من التنقيه شويه، إن كل دار بقى ليها تارجت معين، لا بقى في ده تنوع حتى جوه نفس الدار. على اسم مصر ومعا نقرأ نفكر ونبدع هو شعار نسخة هذا العام التي يشارك فيها ناشرون من 53 دولة، ليسوا بعيدين كذلك عن التحديات التي تواجه سوق النشر والطباعة، ويعولون على هذا الحدث الثقافي في إحداث رواج نسبي. القاهرة بتضل من أهم معارض الدول العربية، أولاً لإقبال الجماهير الكبير على القراءة والاطلاع على كل شيء جديد من الكتب. مشكلة كبيرة اقتصادية في العالم العربي كله، أولاً الكتاب الإلكتروني، ثانياً غلاء الورق في العالم كله، وإذا بدأت تضل الأمور هيك سيكون في دور نشر كثيرة ستغلق أبوابها. ويحل الأردن ضيف شرف هذه الدورة التي تتميز بتنوع فعالياتها الفنية والثقافية، حيث تقترب من 500 فعالية تناقش قضايا كالملكية الفكرية والتحول الرقمي وغيرها من موضوعات أدبية وفكرية. على الرغم من التحديات التي فرضها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على حركة النشر وتنامي الإقبال على الكتب الرقمية، لا يزال للكتاب الورقي مكانة خاصة تحتفي بها مصر سنوياً من خلال هذا المعرض الذي يشارك فيه هذا العام أكثر من 1000 ناشر مصري وعربي وأجنبي. محمد محي الدين، الحرة، القاهرة.